حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم فيها الكثير من قيادي سابق بحزب الدعوة، لكن قبل ما نشوف هو اللي قاله، أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج موجودة، 3 أرقام يقدر يتصل على أي رقم هو يحب، وأيضا عندنا رقم مخصص إلى برنامج الواتساب. أحب أنوه عناية السادة المشاهدين أنه برنامج الواتساب أعتذر منكم ما أقدر أخذ أي اتصال به، لأنه الجهاز عندي بلي الاستوديو وما مربوط ويا سيستم الصوت الخاص بالقناة، فعليه أي شخص ما يقدر يتصل يا ريت يكتب لنا رسالة متبوعة باسمه ومكانه من وين حتى ناخذه ويانا بالبرنامج ونقول الرسالة اللي هو كاتبها. قضية اليوم هي خروج القيادي السابق في حزب الدعوة غالب الشهبندر في بث على صفحته الشخصية، حكى به هواية أمور وتساءل بهواية تساؤلات ووجه رسائل كثيرة إلى الشعب العراقي وخصوصا للمدافعين عن من يسمون نفسهم سياسي العراق، اللي هو وصفهم ونعتهم بالكثير من الأوصاف. خلونا نشوف شنو اللي قاله غالب الشهبندر. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الجرح العراقي. إخواني، هذا الصوت أخذ يوجع، ولذلك ازدادت الهجمات على أخيكم البسيط المستضعف غالب الشهبندر، ولكني سوف أستمر فلم يبق في العمر شيء. اليوم راح أثير مواجعكم وأثير آلامكم وأحزانكم. إخواني، منذ أن دخلت الحركة الإسلامية إيران وإلى الآن هناك ظاهرة خطيرة غير أخلاقية على المقاريد الشهادة، ولهم القيادة ولأبنائهم السعادة. الشيعي بقرة للذبح لا أكثر ولا أقل. وإلا أريد أن أسألكم، لماذا ابن عبد الزهرة وابن شمهودة وابن كاظمية يذهب إلى الحرب ويستشهد وأولاد همام حمودي بالمعهد الدبلوماسي؟ لماذا ابن شمهودة وابن عبد الزهرة حطام وحق وقود الحرب وابن خضير الخزاعي يكمل دراساته العليا؟ لماذا ابن شمهودة وعبد الزهرة وعبد الكاظم يموت في الصحراء شهيدا مقتولا تذروه الرياح، وابن سامي العسكري في امريكا ولندن؟ لماذا ابن شمهوده وعبد الزهره وكاظميه وابن ذيبه يحرق بنار داعش، وابن نور المالكي احمد يجول ويصول وينصب نفسه أميرا على الناس وهو خال الوفاض من علم وفكر؟ لماذا ابن شمهودة وعبد الزهرة تقطعه رصاصات داعش، وابن الجعفري وأولاد الجعفري يكملون الدراسات العليا في إيران؟ لماذا ابن شمهودة وابن عبد الزهرة وابن كاظمية يموت على قرى الجبال، وابن عزة الشهبندر ينعم في لبنان؟ لماذا ابن حسن السنيد يكون ملحقا تجاريا في السفارة الكويتية في السفارة العراقية في الكويت؟ لماذا ولك؟ ليش انت هيك نايم؟ ولك ما انتبهت فد يوم؟ ولك ما انتبهت انت وقود؟
ولك ما انتبهت وسألت ليش أولادهم بلندن وأمريكا وبلجيكا وباريس يجولون ويصولون أموالهم وشهاداتهم العليا وانت على مود 1,300,000 تروح قتيل؟ لماذا؟ لماذا ألا تفكر إن ابن عمار الحكيم عنده سيرك الخاص جاء به أبوه ليدربه على السيرك وأنت تبوس إيدين عمار الحكيم والرفيق مع عمار الحكيم يمسح إيدينه بالسبيرتو؟ تبقى أنت تشرب من الماء الذي يبصق به المهاجر؟ تبقى أنت تبوس تيارة تيار سيارة مقتدى الصدر؟ تبقى أنت ذيل بحيث إلى أنه ابنك ما راح يحصل شهادة الابتدائية وأولاد همام حمودي موجودين في أمريكا يدرسون؟ ابنه يدرس في أمريكا وابن الآخر في المعهد الدبلوماسي؟ ولكم إلى متى تبقون نعاج؟ مو دمروكم وذبحوكم ويمشون على رؤوسكم بالبساطيل؟ عم غالب الشاب اندر ضد التشيع وضد الشيعة؟ ولك شن الفلوس؟ ولك ضمير؟ ولك القيادات قاعدة في قصورها ذاك قصر إبراهيم الجعفري اللي خاط وخربط ولعب وزوع وصرف أموال الدنيا كلها على سفرات صبيانية تافهة وأولاد ذولاكم هذول كملوا الدراسات وأنت بالمستنقع وأنت بالنار؟ ولك يا شيعي انتبه لنفسك ولك التعبد لهؤلاء صاير؟ لا تقول لي وطن وما وطن ومذهب وما مذهب، لا انت مستضعف. انت لو صدق مذهب ووطن اثور على هؤلاء مثل ما اثور على داعش، لان هؤلاء اتعس بالداعش، لان هؤلاء يحاربون داعش برأسك ودمك وبعد ذلك هم يتحولون الى دواعش عليك. هؤلاء دواعش عليك. ماذا قدم ابن المالكي؟ وماذا قدم ابن همام حمودي؟ وماذا قدم ابن موفق الرباعي؟ وماذا قدم ابن خضير الخزاعي؟ وماذا قدم ابن عزة الشابندر؟ وماذا قدم ابن نور ابن سامي العسكري؟ ماذا قدم هؤلاء؟ أنتم قدمتم رؤوسكم ودماءكم وجثثكم وهؤلاء يرفلون بالمال ويكملون الدراسات. ولك ما انتبهتوا لنفسكم شوية؟ ولك ما انتبهتوا وقلتوا احنا وين؟ تبقون تبوسون بتيارات السيارة وبالداس؟ تبقون تصيرون جثث محروقة بأوامر أناس يتربعون على رؤوسكم وأولادهم يرتعون بالمال الحلال والحرام؟ ليش؟ إلهم القيادة وعليكم الشهادة. هذا قصر عمار الحكيم، شوفوه قصر من قصور الجنة. وانت ماي بارد ما تشرب، ماي صحي ما تشرب، وتروح ملفلف بالشفية السوداء ووشك الملح. والله شنو الدافع عن الوطن؟ الدفاع عن الوطن شرف، ولكن هؤلاء أعداء الوطن. أنت تدافع عن الوطن وهؤلاء يستغلون الوطن. أنت تدافع عن الشعب وهؤلاء يستغلون الشعب. أنت تدافع عن الشعب باسمهم وبعد ذلك أنت تدافع عن الشعب وبعد ذلك هم الذين يحصدون الثمرة، يحصدون النتيجة. خاطبوهم، وين أولادكم؟ ليش ما يرحون إلى خط النار؟ أنت يا خضير الخزاعي صاحب الدعاء وصاحب نظرية الاستقامة، قدمت ابنك فد يوم؟ وين قدمته؟ ليش تدفعون بالناس إلى النار
وانتم جالسين وعلى عيني وراسي لو تدفعون الناس للنار وبعدين تقدوا ابسط حقوقهم هم على عيني وعلى راسي، ولكن للموت المجاني، للموت المليوني، وانتم ترفلون في المنطقة الخضراء في كندا وفي بريطانيا وفي فرنسا، وبين فترة واخرى تقلون الطائرة وتذهبون الى اولادكم لتنعموا بحياة سعيدة هناك، وابن شمهودة وابن عبد الزهرة وابن كاظمية وابن ذيبة يتمرغل في التراب دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الشعب. ايها الشيعي المسكين، ولك والله انت حطب جهنم وما حطب وما تدري، ولك والله انت فداء وما تدري، فداء تمام للوطن، ولكن هذا الفداء بعدين يكون لكحل عين ابن خضير الخزاعي، ولكحل عيون ابن نور المالكي، ولكحل عيون ابن سامي العسكري، ولك هؤلاء يضحكون عليك، ولك هؤلاء مدججين بالسلاح لكي يدافعوا عن أنفسهم في المنطقة الخضراء، وأنت نار، أنت ماشة نار، ولك أنت ماشة نار، ولك وين رايح؟ ولك شوف الجنوب مالتك، مو شيعي يحكمون بالجنوب؟ تعال فهمني، هذا الجنوب وهاي الأنبار، روح شوف الأنبار ايش قد صارت نظيفة، ايش قد صارت مرتبة، وانتو الناصرية مالتكم تلعب النفس، والبصة مالتكم تلعب النفس، والعمارة مالتكم تلعب النفس، والسماوة مالتكم تلعب النفس، والرميثة مالتكم تلعب النفس، وينهم؟ والله والله خضير الخزاعي ما يشتريكم بقلامة ظفر، ونور المالكي ما يشتريكم بقلامة ظفر، موجودين في المنطقة الخضراء منفعمين مرفهين، أولادهم في كل مكان، من حسن السنيد الكلاوشي إلى نور المالكي، مختار الحسين مدري مختار العصر مدري حسين العصر، إلى خضير الخزاعي، إلى هاي القيادات، إلى عمار الحكيم النستلة، ولكم يا ناس، ولكم ولكم والله أنتم منتهين، ولكم شوفوا 40% عندكم أمية موجودة في الجنوب، عندهم أمي أولادهم؟ أكو واحد أمي منهم؟ ولك تبطلون من الثالث متوسط تشتغلون سواق تاكسي حتى تعيشون، أكو واحد من ابنهم سايق تاكسي يعيش؟ ولك توصلون للثالث السادس وتبطلون وتسأله تقول له ليش بطلت؟ يقول لك والله عمي ما عندي حتى أعيل أمي وأبويا. أكو واحد من هاي القيادات مو بس هي لأبنائهم، أبنائهم وأبناء أبنائهم وقرايبهم وأحبابهم، وانت باقي كاتلك الهبري، كاتلك الحر، كاتلك المرض، كاتلك الجهل، كاتلتك الأمية بس تهوس، وباشر عبهم يجي عاشور وتبقى لي شهرين تعطل عن العمل وتهوس، وذول يضحكون عليكم، وقسم منهم يوزعون عليكم القامات والزناجيل. والله العظيم أنا هذا اللي أقوله لهم، القيادة وإلكم مو الشهادة، إلكم الموت الذي يؤدي إلى أحياء هؤلاء. هاي كانت رسالة غالب الشابندر اللي طلعت البارحة، رسالة طويلة لكن هو حكي عن مجمل الأحداث بالعراق، وخصم به قضية مهمة وهي أنه اللي موجودين وسمى مسميات كثيرة، خضير الخزاعي، همام حمودي، سامي العسكري، نور المالكي، إبراهيم الشيقر، بين قوسين الجعفري، عزة الشابندر، حسن السنيد، عمار الحكيم، وموفق الربيعي، سماهم بالاسم، هذول رؤساء الكتل أو رؤساء العملية السياسية اللي جت هي بعد عام 2003 على ظهر الدبابة الأمريكية اللي يقولون عليها الديمقراطية. هو وصف أنه هؤلاء لم يأتوا لحياة الشعب، لم يأتوا لرفاهية الشعب، يعني وصفهم ونعتهم بكثير من الأوصاف، ووصفهم على أنهم
أعضاء تنظيم الدولة بين قوسين الدواعش على الشعب. يعني قال مثل ما الثور على تنظيم الدولة يجب أن الثور على ذولا، لأن ذولا أسوأ على الدولة وعلى الشعب من تنظيم الدولة المسمى بين قوسين داعش. وصف الكثير من الأوصاف. هاي الرسالة طلعت من واحد هو قيادي سابق في حزب الدعوة. هذا القيادي هو، وقبل أكو شخص ذكره، هو عزة الشابندر، كان بمرتبة المنظر لحزب الدعوة. عزة الشابندر وغالب الشابندر اثنيناتهم يوميا طالعين حاجين شيء على فساد وحاجين شيء على قضية. غالب الشابندر اليوم ما حكى على فساد السياسيين، بس هو عتب على الشعب العراقي انه ليش ساكت، وعتب على الشعب العراقي انه ليش يقبل ايادي، وعتب على الشعب العراقي انه ليش ساكت لهم وتاركهم. هو وصف وقال انه لك الشهادة ولهم القيادة والابناء هم السعادة. هو ما قصد بس السياسيين اللي موجودين بالعراق، حتى ويا ايران قال وجدنا ظاهرة لا أخلاقية منذ دخول التيار الإسلامي أو الحركة الإسلامية إلى إيران، وهي أنه على الشعب الشهادة وإليهم القيادة ولأبنائهم السعادة. ولدهم متمتعين بفلوسكم، وذكر أماكنهم وين وين دي يدرسون وين عايشين، وذكر أيضا قال شو وقت ما طق الطقة راح يركب طيارته ويلحق ولده وراح يتنعم بفلوس الشعب، وبس الشعب الواقع بها. أول اتصال ويانا بقضية اليوم اللي ما ذكرها غالب الشابندر هو علي البرزنشي من بغداد. حياك الله علي. علي البرزنشي تسمعني؟ يبدو أنه علي البرزنشي ألو تفضل. أسمعك. أي حبيبي تفضل. من زمان والله ما تفضل. تحية لك وتحية. بس إذا أمكن تعلي لي صوتك مدى أسمعك واضح. علي أسمعك. أي نعم تفضل أخوي. يعني هذا غالب الشابندر أي هو واحد القياديين حزب الدعوة. تبقى في الكلام طبعا. هو واحد القياديين حزب الدعوة، هو اللي زرعوا الجراثيم فكر الشعب العراقي والشباب العراقي، جرثومة الحياز إلى المذهب الشيعي بحجة أنه يعني الولاء والبراء، ضحكوا على الشباب ضحكوا على الناس. هو واحد منهم، بس هل أسميها صحوة ضمير ولا أسميها تحول في بالمصالح؟ يعني مو مشكلة. الكلام اللي قاله كله صحيح على فكرة. نعم. يعني صحيح، ولد الخايبة يروحون يموتون وتبهذلون وتعذبون، واولاد المسؤولين واولاد السياسيين كلهم بلندن وباريس وبدبي وفلوس وخيرات العراق كلها بجيبهم. نعم. زين. بس هذا كان احد اللي زرعوا الجرثومه الخبيثه بالشعب العراقي وبالجسد العراقي. زين. وبعدين منو اللي تريد استاذ قلبه يكون على العراق؟ منو اللي تريد يكون قلبه على العراق؟ عادل عبد المهدي الفرنسي، لو الحلبوسي القطري، لو 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 رئيس الجمهوريه البريطاني، لو اللي قبله بعد البريطاني، لو مقتدى الصدر اللي اصلا لبناني الاصل، لو ابراهيم الجعفري الشيقر اللي هو اصلا باكستاني الاصل. زين، من تريد يكون قلبه على الشعب العراقي؟ من تريد يكون قلبه على الشباب العراقي وعلى الام العراقيه؟ منو؟ هذول كلهم عراقيين. حتى عمار الحكيم عائلة إيرانية جت سكنت العراق بالسبعينات، جابوا مع العراق، كلهم عراقيين هذول، أصلهم كلهم عراقيين. نعم. زين. بس هسه أطمن 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 الشعب وأطمن الناس وأطمن. هسه بدأ الشباب والناس بدأت تصحى، بدأت تفتهم الوضع، بدأت تعرف الصح من الغلط، بدأت تعرف هذول ناس عصابات قفاصة، هذول عصابات جايين بس يسلبونا ويضحكون علينا ويكذبون علينا باسم المذهب وباسم الدين، لا اكثر ولا اقل. نعم. هذه هي الحقيقه. وانا اشكركم. شكرا شكرا لك اخ علي. ابو زينب من محافظه النجف، حياك الله يا ابو زينب. السلام عليكم.
عليك السلام والرحمة والإكرام. هذا طبعا اللي طرحه الشيخ أنزل قبل قليل. نعم. يعني هذا هو شيء جديد. وأغلب الناس يعرفوه. أغلب الناس يعرفوه. ومثل ما قال إبراهيم الجعفري، قال الرائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية لحزب الشيوعي العراقي، قال له نحن ملكنا الشارع. فرائد فهمي قال له لا، أنتم ملكتم الأغبياء الذين في الشارع. احنا هنا مو ما نعرف، نعرف هاي الشغلة، بس احنا عندنا الفكر الجمعي مال هذا مقدس وذاك كذا، هو يروح يصير ماشية نار وما يحصل أي شيء، وأنا عود بعدين مسواي الجنة، وهذول أمه وعوائلهم منحنين. العلة مو هنا، العلة في الشعب. الشعب جبان ما بيحظ، لا يستحق الحياة، يستحق أكثر من هذا اللي يحصل له. لأن هلهلهم وصفق لهم وجيبه ورده وكذا. هو أبو زينب هذا اللي أريد أسألك عليه، أنه أنت قلت إحنا ندري بهذا اللي قاله غالب الشابندر، وهو مو شيء جديد، لكن إذا الشعب يدري بهذا الشيء 16 سنة، أربع انتخابات تنعاد نفس الوجوه، زين شلون الشعب يدري وشلون يروح يصبغ إصبعه بالحبر البنفسجي إله؟ هذا السؤال. هو الشعب يتصور على أساس كل ما يروح بالانتخابات يعني يروح على أساس أنه راح يصير تجديد وتبديل ونحو الأفضل، وقسم قشمرهم بالبداية قالوا لهم الجانب الشرعي، ودامت روح تنتخب برسك تحرم عليك قشمره لك العالم. الناس تريد قشاية مثل الغرقان. بس أبو زينب يقشمر العالم مرة مرتين، مو أربع مرات، مو أغبياء. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. هذول لدغوا أربع مرات من خمس مرات. شعب ذبي. انا اتعجب شلون هذا الشعب اللي بناه اولى حضارات العالم. عجيب والله العظيم. يجوز احنا اللي بناه اولى حضارات العالم بالعراق جايين من غير كوكب. يعني ناس يستمرئون الظن، يستمرئون اطاع الحظ. شعب قدر. هذول مثل انه واحد لزم واحد بالشوق وبسطه قدام مرته ونام عليه وظل يدخل بيه، قالت له مرتي ايش وقت تقوم تدافع عن نفسك؟ يقول انا ما تصعد الحماقيه، احلى الحماقيه مالتنا ايش وقت راح تصعد؟ شكرا شكرا لك ابو زينب. الاشكال ما بيه انه هي الشابندر من طلع، اكو واحد ثاني همينا من بيت الشابندر، عزه الشابندر طلع في لقاء تلفزيوني قبل فتره، ذكرت لما شفت لقاء إلى نور المالكي، المقدم سأل نور المالكي قال له أنتوا كرجال دولة نجحتوا في تجربة الحكم؟ قال له والله يا نور المالكي جاوب، قال له والله أنا ما أجاوب، اللي جاوب هو الشعب، بس أنا في نظري إيه نعم نجحنا. ما أعرف هو شلون، يعني يمكن في تقديراته لأنه عنده أوامر في تدمير العراق وإشعال الطائفية وإشعال الفتنة وتفتيت لحمة الشعب العراقي، نجح لأنه الطائفية ما عرفت إلا في زمن نور المالكي. لكن عزة الشابندر اللي هو من حزب الدعوة نفسه اللي يتزعم نور المالكي حاليا، حزب الدعوة اللي فجر بالثمانينات السفارة العراقية في بيروت، حزب الدعوة اللي هواية من التفجيرات خارج العراق هو قام بيها بثمانينيات القرن الماضي، نفسه قال رجال حزب الدعوة أو البيت الشيعي هو هيج قال إنهم رجال معارضة وليسوا رجال دولة. يقول لما كانوا بالمعارضة عندهم فكر المعارضة صحيح، لكنهم اليوم يقودون الدولة بفكر المعارضة، وهذا اللي خلى العراق يرجع لورا. هاي كلام عزة الشابندر اللي هو منهم وبيهم، واللي غالب الشابندر منهم وبيهم، غالب الشابندر اللي طلع وسأل ليش يظل العراقي حطام وقود حرب، وليش العراقي يموت بالصحراء تذروه الرياح، وليش العراقي تقطع رصاصات من كل مكان ورصاصات تنظيم الدولة، وليش الشعب العراقي نايم، وليش المواطن العراقي ما منتبه أنه هو وقود لإسعاد هؤلاء. هذا جزء من كلام غالب الشابندر. محمد من بغداد حياك الله. هيا الدوم، هلا بيك.
المهلي. تفضل اخوي. عندي موضوع عن وزارة التربية، يعني ولو خارج الموضوع. قول. قول محمد. اليوم استلموا نتائج الصف الثالث الإعدادي. الثالث المتوسط قصدك؟ نعم. لا، السادس الإعدادي. السادس إيه؟ اليوم يعني في وخصوصي يعني هاي وزارة التربية، لا أقول وزارة التربية العراقية وإنما وزارة التربية الإيرانية اللي متقصدة مدارس والتعليم أهالي الموصل. تمام. صح. ويعني اليوم شيء يعني حالة انتحار صارت في الموصل لابنية، يعني هاي الله يقبلها من وراء جراسة. هي من الأوائل وأنا أعرفها. هي أوكي، خارج موضوع الحلقة وما قال غالب الشابندر، لكن هو جزء من فساد ما تسمى بالعملية السياسية بالعراق. لكن نسبة النجاح في الموصل كانت إيش قد؟ عندك معلومة لو لا؟ عندي معلومة، نعم عندي معلومة. مدرسة الصف يعني المدرسة السادس مالها الإعدادي 4 طالبات بس ناجح منها، هذه الله يقبلها هذه. تمام. شكرا لك أخ محمد، إن شاء الله نتكلم بهذا الموضوع. ابو زينب حكى اللي قاله وما كمل كلامه لانه انقطع الاتصال وياك، كنت اريد اسال اكثر من سؤال، لكن حبيت اسال ابو زينب انه في الانتخابات الاخيره نسبه الانتخابات بالزايد وصلت 20%، نسبه اللي راحوا وانتخبوا، يعني 80% او 85% من الشعب العراقي ما راح انتخب. وبهاي العملية 20% إذا ندور على القوانين وعلى الدستور فهي عملية انتخابية باطلة، لأنه فاقدة للشرعية، لأنه 80% من الشعب رفض هاي العملية الانتخابية، لكن زورت الانتخابات. وما يعاب على الشعب العراقي إنه سكت على التزوير، وصارت لنا حكومة جديدة وبرلمان جديد وطلعوا إيران وفرحانين يقولون احنا جبنا 3 أهداف ضد أمريكا بتعيين عادل عبد المهدي رئيس وزراء ومحمد حلبوسي رئيس مجلس نواب وبرهم صالح رئيس للجمهورية، فكل شيء انكشف على أرض الواقع. لكن الشعب ليش سكتلهم وبقاهم؟ هو هذا اللي احنا نسأل عليه، لكن هم رافضيهم. السؤال اللي أنا سألته أنه أكو رفض والناس تعرفهم والناس تدري بيهم أنه هم حرامية، وتدري بيهم أنه هم قلبهم مع الشعب، وتدري بيهم أنه ما بيهم ولا واحد تنازل عن جنسيته، وتدري بيهم أنه هم سووا الهوايل بالشعب العراقي وبالعراق بنفسه ورجعوا العراق إلى العصور المتخلفة، لكن نبقى ساكتين لو لا؟ هذا هو السؤال. أبو حسن وياي من بغداد. السلام عليكم أخويا فل. عليك السلام والرحمن والكرام. الله يبارك فيك أخي. هذول رجال الموساد كلهم، هذول شيعتهم سنتهم كلهم رجال موساد. نعم. تلقوا الأوامر من إسرائيل وقالوا لهم سووا كذا وكذا وكذا، يعني اليوم أنا باب معظم دا أتمشي طلع ناس متخرجين وش كاتبين بلوحة ورقة صغيرة انصفونا، يعني دكاترة متخرجين، فهم هذول جاوا يأخذون الطب، يأخذون العلم، يأخذون المعرفة، فهم هذول حكام يعني جايبيهم الموساد الإسرائيلي، فشترجى منهم الصناعة دمروها، الزراعة دمروها، يعني قتلوا البشر، يعني طب المستشفيات كارثة، يعني طب الدول لازم تشتري من برا، يعني يعطيك حباية مال أسبرين والله واحدة أساتذة المستشفى حباية واحدة مطي مال أسبرين المريضة، فهذول موساد. يعني الشعب العراقي إذا ما يصحى، وأنا ما أنا أبو زينب أنا ما أرضى عليه يقول العراق جبناء، لا مو جبناء، بس يراد له فرصة، يراد له صحوة مال زلم، لأن العراق ترى تاريخ. أنا صحنا بات أروج وأحكي وأتكلم أقول العراق ليش ساكتين وهاي، بس لازم تصير صحوة بالعراق، لأن ذولا رجال موساد. جو ذولا هذا شنو هذا؟ هذا نور مالك الخنزير،
ومو فجر مال السفاره العراقيه ببيروت، مو مال 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 الفندق السبير، مو المستنصريه، مو اماكن ما مال الدوله، دوله النظام السابق مو فجر هو فجر وقتلوا ناس. فهم هذول جوي رجال تدمير مو رجال بناء، وعمرهم ما يبنون. انت عوف عوف اللي عوف اللي سووه بالثمانينات، انت خلينا نباوع من 2003 لليوم، هم مو قالوا احنا اخذنا من اللي يقدر بعد ياخذها منا وما ننطيها بعد من طلع نور المالك وصار هذا التصريح، لكن شنو اللي بنوه؟ بنوا مدرسه، بنوا مستشفى، بنوا جسر، جددوا مجاري، نطوا رواتب. هذول ما يبنون اخي، ما يبنون، هم جايين للتدمير. يعني تصور هسه اكو عندنا اكو مشاريع، حسنا لما اطلع لبغداد، داخل بغداد خارج بغداد، اشوف مشاريع ربع ما مسوين بيها. يعني كل كلاوات بكلاوات سوى حجر الاساس، واستاذ جاب له شمشه ما ادري من يجوز يستلفها من احد، وزير هو يستلفها من اي واحد، واسمنت يجوز يبوقوها من السكلات ورمل وحصو، وسوى له كم طابوقه وسوى نفسه سعوديه، والله انجاز عده. هذول عمر ما يسوون اي شيء، فالشعب لازم يحس على نفسه. انا صح مراضي على اخوي ابو زينب الله يرضى عليه، بس شنو احنا ترى شعب عندنا تاريخ لحد هسه ثوره ال20 بالفعل والمغوار دقوهم، بس راد الناس اللي ايدوهم هذول اللي عقلهم فارغ دماغهم ما بي فد شيء يعني يحرك العقل. فالناس لازم تصحى شيعة وسنة. عيب 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 يا عراقي، لا تخلي مصر ما راح قدام يسوى ولا ما يسوى. فهذول رجال موساد، والرئيس مالهم نور المالكي، الخنزير مالهم الكبير، وان شاء الله يصحى العراق. نعم. شكرا 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 لك ابو حسن. من دياله الاخت اسماء، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تسلم الله يخليك. طبعا تحياتي لك ولكل حاضر القناه، وفرصه سعيده شاركت وياكم هذه الحلقه. حياك الله، تفضلي. تسلم. هذا الاخ اللي قبل يتصل قال خلي نصحى. ايه خلي نصحى كلنا، مو اذا تجي الانتخابات مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه ما ننتخب هؤلاء الفاسدين. احنا نعرف من زمان من 2003 بس تمام سوي شيء للشعب. اتق بالله استاذ فهد، اني من 2007 احنا نازحين، انظلمنا هواي من هاي الحكومه، احنا نازحين. الحرب اللي صارت ويا الجيش المهدي وقتها ب 2007 احنا نزحنا من دياله، لحد الان ما راجعين لبيوتنا. بسم الله استاذ أفهم، انا واحده من الناس وايدت الانتخابات في 2007 عليها سر، يوم واحد ما راح انتخب هؤلاء الفاسدين ولا شاركت بالانتخابات. هواي قالوا لنا ليش ما تنتخبون؟ احنا ما ننتخب هؤلاء، ننتخبهم على شنو؟ احنا من 2007 نازحين، استاذ أفهم ما شفنا شيء من هاي الحكومه. انا واحده من الناس دراستي راحت، من تجي هسه وقت الامتحانات او وقت النتائج بسم الله استاذ أفل، انا يعني من يمي احس بالكآبة، احس بالبودة، يعني شنو اروح انتخب منه؟ انتخب هؤلاء اللي طلعونا من بلدنا من وطن من محافظتنا العزيزة، طلعونا يعني باسباب طائفية، على شنو انتخب هؤلاء؟ شنو انجازاتهم؟ انا عمري ما انتخب هؤلاء ولا اشارك بالانتخابات ولا اعتبر هؤلاء شخصيات سياسية محترمة ويحافظون على هذا الشعب. لا والله ما انتخب هؤلاء، معاناة كثيرة كثيرة استاذة. نعم. ما نعرف نحافظ على شيء. انا اشكرك. شكرا شكرا لك اخت اسماء. ابو مصطفى من السويد، حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والاكرام. تحية لك أخي، وتحية لقناة الرافدين وللمشاهدين. حياك الله. أهلا وسهلا أخ أفل. بالنسبة لي جو هم كلهم أعضاء حزب الدعوة بالذات أمريكا لمتهم وين ما بواحد حشل سامع سلسري حشل اسمها سافر، جابوهم ضربوهم وجابوهم للعراق. وغالب الشاهد أنه هو أحد العناصر حزب الدعوة. أنت هيك شريف كنت يا غالب، ليش ما تكلمت بداية الاحتلال؟ واما على الشعب العراقي، الشعب العراقي ليس جوان ابو زينب، الشعب العراقي شعب حر وشعب قوي وشعب صاحب غيره، معروف كل العراق كل العالم يعرف العراقيين، يعرفون انه الدول العربيه يعرفون الشعب العراقي شعب حر.
بالاحتلال 4/9/94 العراق الشعب العراقي قاوم المحتل. اكو هناك انقسام وليس جبن من العراقيين، قاوموا المحتل الامريكي وكبدوا المحتل خسائر كبيره. ويا تسمعني اخ عرفان له مقطوع الخط. وياك وياك. ف9/4 مقاومه عراقيه وطنيه قاومت المحتل الامريكي وكبتت حوالي 78 طائره عدا الناقلات وعدا الجنود وعدا المرتزقه وياهم. العراق الشعب العراقي مو جبان، مع احتراماتي لابو زينب، ولا اكو انقسام. نعم اكو انقسام، كانت قاوم كانت قاوم المقاومه كانت وطنيه كانت سنيه، حتى هم كانوا يسمون المثلث السني. فهم كانوا يقول لك حرام السيستاني ما يقبل القاتل، ما يقبل القاتل، ظلوا. لو هم يوم التحديد ويانا وبوقتها كان ما لا امريكي ولا امريكا، منو طلعهم؟ طلعهم غالب الشهر بندر الجعفري، طلعهم المقاومه العراقيه. فقسم من علوم يقول لك المقاومه الاسلاميه على العصائب، العصائب كتله اهل السنه طبوا على اهل السنه ببغداد قتلوهم، ما ضربوا الامريكان، خطفوا لهم واحد امريكي جوز اثنين ساوموا عليهم او بريطانيين. والمقاومه العراقيه كانت سنيه، حتى لي 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 يجوا يقولون الشعب العراقي جبان، لا مو جبان. فهم ضغطوا علينا والكراد ضغطوا علينا وايران ضغطت علينا، ضغطت على المقاومه، اللي استشهد استشهد واللي اعتقل اعتقل واللي هزم انهزم. هو 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 غالب الشابندر يعني اذا 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 نسمع عن برسالته هو ما 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 جاب طاري اهل السنه، هو قال ايها الشيعي. احنا هو شوف اخ افل بس نعم. لا تعطيني بس دقيقه يعني حتى ما اخذ من الوقت. نعم. هو وين كان ايام المحتل يوم احتلوا؟ شوف اخي افل ثق والله العظيم واني مسؤول عن كلامي، هذا لو مستفاد ما يطلع يحكي، صدقني هذول حزب الدعوه يمتلكون الكذب والنفاق والدجل، يعشقوا عشق هذا السري، هذا هذا اكبر طائفي، هو هذا ما طلع اكبر طائفي. فاليوم سالوه ببرنامج قال انا شيعي، يعني ما قال انا عراقي، قال شيعي. فخلي شوف من يتكلم ما يتكلمون بالنفس الوطني العراقي زين، فهو راسا يقول انا شيعي، فاقول انا عراقي ليش يقول شيعي؟ هاي ما كانت قبل. واني اقول لك اقول الله يرحم الشهيد صدام حسين اليوم ورحمه الله على روحه يومين يشوف صدام حسين، واشكرك ثاني. شكرا شكرا لك ابو مصطفى. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا استاذ 130 ومرحبا استاذ. تحيا ودوم. تم اعمار وبناء العراق من جديد، متى تصرف مليارات الجمهوريه للعراقيين المحتاجين اللي زي حالاتنا يعني، يعني بناء البنيه التحتيه وكذلك تصفيه الانهار من التلوث ومحاسبة من لوث البحر ولوث المياه. كذلك أستاذ بالنسبة للأشخاص اللي يقولون حنا ضد المحتل، الآن أشوفهم يقولون إحنا نريد وحدة العراق، يعني كيف هذا؟ أنا مستغرب من الشيء هذا. أولا يحارب مع المحتل وبعدين انقلب 180 درجة يقول نريد يا به وحدة العراق، نريد وحدة العراق. هذه ما تصير، ما ترحم يا أستاذي. وآخر الكلام نتمنى عودة النازحين وكذلك الاهتمام بالفقراء اللي زي حالاتنا. تحياتي لك للبرنامج وللقناة. شكرا 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 لك أخ سعد. أم عبد الله من بغداد حياك الله. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والكرام. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف. تحين ودومين يا ربي. الله يسلمك يا ربي يحفظ الجميع. أستاذ إحنا إذا نريد نتبع التاريخ، مرحبا بالتاريخ الشيعي، تاريخ الشيعة الفارسية من إيران منذ زمن الرسول إلى الآن، لا تقول إلى الآن، إلى 2003 هم عندهم تاريخ كله مأساوي، كل تدميري وكل يعني عندهم فد هدف، هو هدفهم شنو ما معروف، على اساس باسم الشيعه، والشيعه اعتقد انه الشرفاء هم براء من هذا الشيء. استاذ انه امريكا من جدتي هي درسوا الموضوع انه شلون يقضون على العراقيين وشلون يقضون على سوريا وشلون يقضون على اليمن وشلون يدخلون الى السعوديه. اتخذوا مبدأ التفرقة، اعتمدوا على رجال الدين الشيعة مع الاعتذار للشيعة الشرطاء، واعتمدوا على إيران في تنفيذ مخططهم الفارسي في تدمير البلد.
فلهذا نشوف احنا يعني هذا المعاناة اللي بنعاني من 2000 الى الان، هذا ما يعتبر صحوه للشباب الشيعي والسني؟ هذا ما يعتبر المعاناة واللي قتل واللي راح اثريت تقريبا يعني بالملايين راحوا هدر، يعني هذا ما يعتبر صحوه؟ زين احنا ليش ساكتين؟ احنا ليش انه امريكا هي واسرائيل وايران نجحوا في مخططهم المخطط مالتهم وعرفوا شلون يهدمون البلد عن طريق رجال الدين والشيعة الايرانيين، واللي هذا ما وصلنا اليه عندهم. انا ابارك الشيعة ليش عندهم مبدأ هو الحفاظ على العقيدة، بس هي العقيدة الصحيحة انه ما تكون على حساب الاخرين، لانه قالوا انه احنا الحكم مالتنا انسلب من عندنا من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فمن 2400 كانوا متحمسين انه بس يوصلون الى الحكم. نعم وصلوا الى الحكم بس فشلوا. السبب ليش؟ لانه خلوا همهم كله تدميري، خلصوا من السنة بدأوا بالشيعة. زين نشوف هسه الشيعة يعني بالمناطق الجنوبية حالة متردية. طيب. أهل البصرة تظاهر وما أدري إيش، كل هذا في سبيل إنه يعني إحنا رجال الدين هم اللي سبب في. طيب. شكرا شكرا لك اختي ام عبد الله على هاي الرساله. راح اعلق تعليق بسيط وراها، بس قبلها رسائل الواتساب عندي من الامارات يقول تحيه لك ولصوت الحق الناطق بلسان العراقيين. حديث غالب الشاب بدر عن هذه الظاهره اللا اخلاقيه هو حديث كانه يقصد الشهاده لابناء السياسيين السعاده على حساب الشعب، نهب سلب قتل فساد خراب دمار في العراق، هم يتنعمون والشعب يحس الفقر والخراب والدمار وكل أشكال الأمور لعدم وجود قوانين تردع هؤلاء عن هذه الظواهر اللا أخلاقية. الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد وطنيين لحكم العراق. إذا هم يستغلون القانون ويفسرون القانون والدستور حسب مزاجه، إيش تترجى بعد؟ أستاذ أفل لا يغركم هكذا تصريحات، هذا لم يحصل على أي منصب فتراه يصرح هكذا تصريحات لا تغني ولا تشبع من جوع هؤلاء مثل فروخ الكلبة أبيضهم قايل كلمة. أسمعت أم ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي. أخي أفل القطيع ممكن أن يقوده كلب وليس راعي، كثيرين من الخونة ومن الشعب منهم رخيصين وتافهين وهم من يحمون السراق والعملاء ويتآمرون بأمر إيران للأسف. وشهد شاهد من أهلها أقول للشابندر حوبة الحرائر اللواتي اغتصبنا في السجون والأيتام والأرامل وتهجير الأبرياء برقبتي من أليست المرجعية وخونة الوطن، لعن الله كل خائن وبائع للوطن إلى يوم الدين. رسالة ثانية تقول يا أمة محمد السجناء ظلموا والله ظلم، أنقذوا سجناء الموصل، وناشد كل عراقي والعشائر الشرفاء العراقيين الأصلاء. رسالة أخرى تقول من أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين العراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني بإدارة ثلة ضالة عراقية مدربة على يد جلاوزة إيران الشروء الفرس المجوس والاحتلال الأمريكي، هذا واحد من الفئة الضالة المذكورة، صحة ضمير العربي وأنطق الحق ليكشف ألاعيب هذه الفئة واللصوص والفاسدين الذين دمروا العراق ومقدراته. اليوم غالب وغدا عزة يصحى وكمل المشوار ليشهدوا على الساسة والمعممين الفاسدين، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم. الله ينصر العراق، اللهم أبشروا يا عراقيين والسلام عليكم. السلام عليكم، تحية لك ولكادر البرنامج. ألف تحية للبطل أبو الشهيد البطل أبو عمار الأستاذ غالب الشابندر، كلمة حق قلتها وليعرف الشعب العراقي حجم السخرية والاستهزاء بالمقدرات باسم الدين. ولا أتفق مع من يقول الشعب جبان، بل هو يفتقد لقادة وطنيين حيث يتم تصفية أو استبعاد كل من يثبت ولاءه للعراق، وهذا جاري منذ 2003 ولحد الآن. وأدام الله قناة الرافدين لعرضها رسالة الأستاذ الشابندر، هذا واجبنا يا أخي العزيز. أو أخت متابعة من ولاية فرجينيا، السلام عليكم، راح أجيكم من الأخير، حكومة كلها مجرد لعبة بيد إيران وحزب الدعوة، وأي واحد بهاي الحكومة هو لازم يخضع إلى تعليمات إيران. عمر من بغداد. رسالة من إبراهيم من الجزائر يقول السلام عليكم
لما رئيس دولة صدام حسين يقول راح نشيل شعبنا ونظل محندلين به وما نحس بثقله، أشو ننتظر من هذا من هذول اللي باعوا الوطن في اللحظة الأولى للغزو؟ من المؤمنين رجالا صدقوا وما عاهدوا الله عليه، صدق الله العظيم. وأخيرا يقول رسالة، الله ينصر العراق وجميع الأمة الإسلامية. غالب الشابندر لما طلع بهاي الرسالة اللي مدتها 12 دقيقة وأكثر، طلع حكى على كثير من الأمور، وصل رسالة إلى الشعب خصوصا إلى أهلنا في الجنوب، وقال له أنت اللي عايش في الجنوب واللي هم أخواننا وأهلنا وناسنا وحبايبنا اللي عايشين جوا، قال له أنت ايش عندك؟ الناصرية، البصرة، العمارة، السماوة، الرميثة، الفاو، شنو اللي بيها بخير؟ شنو اللي موجود عندكم؟ وصفها بوصف نستحي احنا نقوله، لكن هو هذا واقع الحال. ليش ما بنوا هذا المكان؟ يعني هو يقول انه انت من مذهبهم، ليش ما قدموا لك شيء؟ ليش ما سووا لك شيء؟ اذا هم ما جوا على مودك ولا جوا على مودي. خضير خزاعي ونور المالكي قال لك ما يشتريك بقلام الظفر، قلام الظفر هذا الاظفر اللي تقصه تكرم الذبه. عندنا اتصال. سعد من بابل، تفضل اخويا. السلام عليكم. تفضل اخوي. يعني تحيه لك استاذ عصر. حياك الله، تفضل. تحيه لك استاذ عصر. حبيب قلبي، حياك الله واهلا بك. تفضل يا اخوي. استاذ عصر، يعني الفيديو سمعته مال اي، انا كمواطن سمعت هذا الفيديو. نعم. وحركنا ضميري وحسيت وطني. نعم. وحركني ضمير وحس الوطني. نعم. ولكن ماذا أفعل أمام هؤلاء الفاسدين؟ يا أخي الشعب غير منظم. نعم. الشعب غير منظم. نقطة مهمة. نعم. أنتم جهة سياسية، يعني اكو لازم جهه سياسيه سريه تشتغل داخل هذا الشعب. احنا كمظاهرات مظاهره هسه دول هم فاسدين وحراميه. المظاهره ما تفيد، ما تشتغل المظاهره عليك. طيب اخ سعد، انا اعذرني ما راح اقدر اطول وياك لانه انتهى وقت البرنامج، بس راح اقول لك شغله واحده، انه الشعب غير منظم ولازم أنه أكو أحد يقوده. أرد أذكرك أنه ثورة العشرين ما كان الشعب منظم مثل هسه، لكن الشيوخ العشائر التموا، قعدوا، سووا ثورة. الشيوخ العشائر طلبوا من عشائرهم، صارت ثورة شعبية. ثورة العشرين ترى قادوها لا سياسي، ولا قادها واحد من الدولة، ولا قادها نور السعيد، ولا جعفر العسكري. ترى اللي قادوها حبيب الخيزران والخربيط وغيره والخوام وغيره وغيره، الشيوخ العشائر من المحافظات العراقية، ناس مو سياسيين أصلا، لما بعضهم وطلعوا. المطلوب هسه، أنا ما أريد أعطي رأي أو أقول رأي، لكن المفروض هسه إحنا ما نفكر بهاي الشغلة. أهلنا وأجدادنا شلون فكروا بثورة عشرين، إحنا همنا لازم نفكر. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام. رسالة غالب الشابندر انبثت، والموضوع يمكم، والرأي الأخير الأول والأخير يمكم. لكم حرية الكلام. إلى اللقاء، نلتقيكم يوم غد إن شاء الله.